الاحتفال اللي نوهنا عنه بالأمس داخل جامعة القاهرة، قلعة الثقافة والفن والفكر، وقلنا إنه هو الاحتفال الأول من نوعه، لأنه أطفال المجتمع، أطفال دور الرعاية، دور الأيتام اللي تم اكتسابهم إلى الفن والموسيقى من خلال المشروع اللي قاده وما زال يقوده المايسترو سليم سحاب، بأنه الأطفال يمكن أن نكتسبهم إلى هذه المواهب. دي أول حفلة يواجهوا فيها جمهور، أول حفلة لهم أمام الناس بشكل مباشر. ولما تشوفوا وجوه الأطفال كيف تحولت وجوه الأطفال، إنه شوفوا حتى الإحساس بأنهم يقدمون شيئاً بديعا، وإحساسهم هم يقدمون فنا، وإحساسهم هم يحققون ذواتهم، إحساسهم وإنه المجتمع يصفق لهم حينما يحسنون. أعتقد بأنه المشهد ده هو أبلغ رد على محاولة اختطاف هوية مصر واختطاف مصر. مصر مش أطفال الملتوف اللي بنشوفهم أحيانا بيتم استخدامهم من قبل الجماعات الإرهابية، ولا هم أطفال صفحات الحوادث اللي هم ضحايا لمجتمع أيضا كان قاسيا عليهم. لكن النموذج اللي هتشوفوه ده أول حفلة لأطفال المجتمع حسبما اتفقنا على تسميتهم. الحفلة احنا حضرناها بالأمس وجبنا لكم امبارح البروفات المتعلقة بها، لكن هنشوف النهاردة بعض المشاهد الأساسية من هذه الحفلة. بس تعالوا نشوف أولا الإطار العام للاحتفال اللي كان مقدمة للحفلة اللي غنى فيها أطفال المجتمع، أطفال دور الأيتام ودور الرعاية، عشان تشوفوا إزاي أنه بالفن يمكن أن نعالج المشاكل، وأنه الحل الوحيد لهذه الأزمة وهذه الكارثة التي نتحدث عنها كل يوم هو ان احنا ناخدهم لمهن يحبونها او مواهب، هذه المهن او المواهب هي اللي هتحل المشكلة. وبالتالي ندعو الجميع للدخول في هذا المشروع العملاق من فنانين ومثقفين ورجال اعمال وسياسيين ومواطنين عاديين، لان يمكن ان احنا ننشئ مدينة للأطفال، أطفال المجتمع، يبقى فيها ملاعب يمارسوا فيها كل أنواع الفنون، وإنهم بس إنهم مش يتعلموا في البعض في الأوبرا وفي بعض المراكز ثم يعودون إلى داخل الأسوار. لا، عايزين نستمر في إنه الأطفال يكونوا داخل مدينة مستقلة يحققون كل أشكال المواهب المختلفة، ونكتسبهم إلى مواهب أو مهن مختلفة داخل جامعة القاهرة. تعالوا نشوف بداية الاحتفال. النهارده سنشاهد ميلاد كورال اطفال مصر اللي بقالي كورال واوركسترا اطفال مصر اللي بقالي 6 شهور بدربه وبعمل له تدريبات مكثفه، وان شاء الله دي الخطوه الاولى لكورال اطفال مصر. مبسوط جدا المايسترو اختارني من ضمن اللي موجودين ضيوف في الحفل، واكيد طبعا دول اطفال يعني من سننا واحنا اكيد حاسين بيهم مش قوي برضو، لكن هم اللي فعلا في الغم يا عيني، ربنا يسهل لهم يعني، بس وربنا يوفقهم. احنا اقل حاجه بنعملها اللي احنا نغني لهم. انا جدا طبعا بشارككم لاول مره وهي اول حفله ليهم، مبسوطه جدا ان المايسترو يعني اختارني من ضمن الناس اللي هتغني معاهم. طبعا بقول للمايسترو متشكرين جدا، ده ابويا روحي. مايسترو يعني تعب جدا وعمل مجهود كبير جدا، وده طبعا يحسب له.
لانه كمان يعني بدا معهم يعتبر من الصفر لحد ما وصلهم للي انتوا هتشوفوه بيهم النهارده. فطبعا ده مجهود كبير للمايسترو وشكر كبير انا يعني عن نفسي بشكره له. انا ومبسوطه لهم جدا، مبسوطه للاولاد قوي كره الاطفال مصر، ويا رب ان شاء الله تبقى حفله حلوه باذن الله ويعملوا اول حفله ليهم كده وهم مبسوطين ان شاء الله ويكسروا الدنيا النهارده. الارض مبسوطة جدا طبعا، وفي نفس الوقت خجولة يعني معرفش هطلع ازاي على المسرح، عشان اول مرة اطلع يعني على مسرح. اتمنى ان كلنا ان شاء الله نكون حلوين بجد. عايزة اوجه له الشكر ليه كبير جدا، عشان هو الفترة اللي فاتت دي تعب معانا جامد قوي، تعب صحاب تعب معانا. هتطلع نتيجة حلوة ان شاء الله، هنجح ان شاء الله. عايزة اكمل البروفل مع المايسترو. انا فرحانة ان انا نازلة الحفلة عشان المايسترو بيدربنا وعشان هو خايف على مصلحتنا وبيعمل لنا مجهودنا، واحنا المفروض نفرحه. المايسترو بيدربنا على كل حاجة. في الايد المصرية بيلك فيه والبركة من سنين هي بتروح وتزيد. ايد في الايد بعد ما الحفله خلصت، يعني احنا كنا سعداء جدا بالجماهير، احنا اول مره نقف على، ما كنتش اتخيل اللي هيحصل بعد كل ده. بعد ما خلصنا الكورال طبعا كان المايسترو كان بيجهز نفسه واحنا كنا بنجهز نفسنا، دخلنا بقى هنا وقفنا بقى بنظام، خلصنا بقى وغنينا. النهارده عملنا حفله في جامعه القاهره، ودي احسن اسعد يوم في حياتي، وبحب اقول لكل الناس احنا هنفضل كده دايما وبنحب مصر ومش هنستغنى عنها خالص، وطبعا الاغاني بتدل على كده، وغير كده غير اغاني احنا نفسنا بنحب مصر. انا زي الوالد اللي جاء طفل النهارده، مشروع خد مني جهد كبير طبعا، ولكن النتيجه كانت الحمد لله ممكن اقول ناجحه جدا، والاطفال دول اللي ما كانوش يعرفوا يفتحوا بقهم صاروا تقريبا كورال محترف، يعني الحمد لله على هذا النجاح. يعني تعبنا 6 شهور والمايسترو طبعا كرس كل مجهوده، وتقريبا ما كانش عنده حاجه بيعملها 6 شهور دول غير هم الاطفال دي. ده الحصاد النهارده، وان شاء الله لسه هنحصد اكتر، وعايزين نلف بيهم العالم وعايزين نوصلهم لأعلى حاجة في الدنيا، لأنه فعلا هم يستاهلوا. ولاد مصر يعني أنا صغيرة بس هم ولادنا كلنا، أنا بقى يعني ساعات بحس أمومة مع الأطفال دي فعلا من كتر ما هم يستاهلوا كل حاجة. طبعا احنا بنهتم بهذا الاحتفال لانه اول نموذج عملي واقعي لحل مشكلة عويصة اعتدنا دائما على ان نعنونها بعناوين في صفحات الحوادث، واعتدنا دائما على ان نستخدم تعبير اطفال الشوارع، هذا التعبير المجحف والظالم والقاسي اللي اتفقنا على تحويله الى اطفال المجتمع. هذه القضية تحل بهذا الأسلوب، إنه نحتضنهم ونجتذبهم إلى مواهب أو مهن يحبونها، وندفع الجميع إلى إنه يساهم في إنشاء هذه المدينة التي نحلم بها، مدينة لأطفال المجتمع يمارسون فيها كل أنواع الفنون ويتعلمون كل أنواع المهن التي يحبونها. تعالوا عشان تشوفوا التأثير اللي حاصل على الأطفال، أطفال المجتمع، وإزاي أنه الفن بيسمو بالناس، وإزاي أنهم يحققون ذواتهم، وتشوفوا وجوههم وحجم التفاؤل والإحساس بالمستقبل. هنشوف مجموعة من الأغاني اللي غنوها مع بعض، وهنبدأ بأحلى اسم في الوجود.
دي البداية لما تشوف الثمار التي تتحقق من خلال هذا المشروع العملاق. ده أول حفلة بيواجهوا فيها الجمهور، بيواجهوا فيها الناس لما يبقوا أطفال عانوا من أحوال معيشية قاسية لا ذنب لهم فيها، وحتى بتسمعوهم بيقولوا احنا خايفين من هذه اللحظة اللي هيواجهوا فيها الناس. هو ده الحل لأزماتنا ولمشاكلنا، عشان الناس تشوف الثمار التي تحققت من خلال هذا المشروع العملاق اللي هندعو الناس جميعا للانضمام إليه، حتى نؤسس المدينة مدينة للأطفال يمارسون فيها كل أنواع المهن والمواهب. يعني لا يمكن ابدا ان نعطيه حقه. المايسترو سليم سحاب اللي قاد هذا المشروع العملاق يكفيه، يعني لو اكتفى بهذا المشروع وحده لا كان ذلك كافيا لدخوله التاريخ، بالاضافه الى دخوله موسوعه العمل الانساني والاجتماعي. لانه لما تشوف الاطفال، واقعد تخيل الاطفال دول كان مكانهم فين وكانوا هيعملوا ايه وبيعملوا ايه. اللي انت شايفهم بيغنوا بالصورة الأنيقة والمبهرة وداخل جامعة القاهرة، يعني هات لنا مشاهد الأطفال واحنا بنتكلم عشان تشوفوا الصورة الأنيقة والمبهرة. مش أطفال الملوتوف ولا الأطفال اللي نايمين تحت الكباري ولا الأطفال اللي بنشوفهم في صفحات الحوادث ضحية المجتمع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى احنا بنعالج ازماتنا ومشاكلنا بشكل صحيح. الفن هو الحل. الفن اللي بيحاول البعض انه يشوهه، شايفين الفن ازاي بيسمو بالناس بيرتفع بهم. المشهد اللي احنا شايفينه الحقيقة مشهد مبهر ويؤكد انه هذا المشروع العملاق يستحق دعما من الجميع، حتى نتخلص من مشكلة نعنونها بعناوين قاسية ونتحدث عنها من سنين ولا نجد لها حلا. الآن وجدنا الحل، وزي ما انتم شايفين ده البداية. تعالوا نشوف أيضا بعض المشاهد. أول احتفال لأطفال المجتمع يواجهون فيه الناس ويواجهون فيه الجمهور ويغنون بأغاني مختلفة. اشتركوا
زي ما انتم شايفين صورة مبهرة ومضيئة لأول حل بشكل عملي وواقعي وباللجوء إلى الفن الذي يهذب النفوس وينقي الوجدان. يمكن أن نلجأ إلى وسائل مختلفة لحل هذه المشكلة، وأعتقد المشهد يشجع الجميع. عشان كده في الحقيقة استجابة من الكثيرين للدخول في هذا المشروع العملاق بأشكال مختلفة، من فنانين ومثقفين وسياسيين ورجال أعمال ومواطنين عاديين. ومعانا من السعودية الأستاذ غازي، السيد غازي. أستاذ غازي أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ وائل؟ أهلا بيك. ازيك يا أستاذ غازي؟ ازاي صحتك؟ أنا في قمة السعادة وقمة الفخور بك كإعلامي متميز. الله يخليك. انت والأستاذ سليم سحاب. وازاي يعني أنا مانيش قادر أتحكم في مشاعري وأنا شايف المنظر المبهر اللي قدامي، ومهما أقول وأعيد في الكلام بتاعي وأشكرك على المجهود الكبير اللي أنت بتعمله أنت والأستاذ سليم سحاب. ربنا إن شاء الله يجعله في موازين حسناتك إن شاء الله. الله يخليك. يزيد من أمثالك. الله إن شاء الله سيتحول ده إلى مشروع المجتمع بالكامل إن شاء الله. واللي دفعني يا أستاذ وائل إن أنا أكون أول المتصلين بسعادتك، أنا أساهم أنا وابني الطفل محمد غازي، لأن هو اللي دفعني وحركني فعلا وعايز يساهم مع أخواته. هو عمره 9 سنين عايز يساهم مع أخواته ويقف جنب أخواته. يعني ابنك اللي قال لك أنا عايز أساهم مع أخواتي اللي أنا شايفهم دول يعني. والله يا أستاذ وائل من الحلقة الأولانية وعايز يسلم عليك ويكلمك وأنا أكمل بيت الحديث معاك محمد غازي أخو ابني. طب ادهوني يا محمد. أنا؟ يا محمد أهلا بيك. ازيك يا عمو؟ أنا بتبرع على أخواتي الأطفال ب20,000 جنيه. الله يا محمد، والله أنت جميل يا محمد. أنت حسيت أنهم أخواتك يا محمد. انا بستنى حلقاتك من كل يوم والله. الله يخليك يا محمد. انا اكتر واحد بحبك. انت حسيت ان الاطفال دول اخواتك؟ والله زي اخواتك والله. ربنا يوفقك يا محمد، وانه مبادرة جميلة منك، من الطفل محمد 9 سنوات يبادر للاسهام في هذا المشروع العملاق الذي سيتأسس له صندوق خاص ومجلس يدير هذا الصندوق. هنتابعكم بتفاصيله وبأخباره حتى نفتح الباب أمام الجميع. يا محمد أنت لما شفت الأطفال طب أنت معايا يا أستاذ غازي. محمد لما شاف الأطفال تأثر بيهم؟ والله يا أستاذ وائل بكي، وأنا بكيت ووالدته بكي، وبقينا قاعدين عايزين نتصل بيك وملهوفين ان احنا نكلمك وندعي لك، لانك انت عملت عمل ربنا بس واحد. الله يخليك. ده مش انا بدأه وما زال يقوده المايسترو سليم سحاب، ومعاه كتيبة عائلية يعني السيدة الفاضلة على زوجته وابنته، وكتيبة عائلية تقوده بالإضافة إلى المجتمع كله. يعني وزير الشباب بالأمس كان موجودا ويسخر كل طاقات الوزارة لهذا العمل، أيضا الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ويبدو أن الجميع إن شاء الله سيدخل في هذا المشروع العملاق إن شاء الله. ربنا يكثر من أمثالك أنت والأستاذ سليم سحاب يا رب، ويجعلكم دايما تكونوا بالنسبة للأطفال دول يعني معينين ليهم ومربيهم، وكان ربنا هو اللي يجازيكم على هذا العمل الخيري إن شاء الله. إن شاء الله بتوجه لك يا أستاذ غازي بالشكر، وهنشوف إزاي كيف يتم تلقي كل التبرعات بشكل شفاف وبشكل قانوني من خلال الصندوق اللي سيتم تأسيسه وسيتم الاتفاق على ذلك. والحلم هو أنه تكون في مدينة أو على الأقل معسكر فني وثقافي لأطفال المجتمع، لأنه هي دي بداية الحل لهذه المشكلة.
اعتدنا أن نضعهم داخل أسوار، ده ما بيحلش المشكلة بيزودها، لكن تحل المشكلة لما الأطفال نجذبهم إلى مواهب يحبونها أو إلى مهن يجيدونها. تعالوا نشوف نكمل معاكم بعض المشاهد المبهرة لأطفال المجتمع في أول احتفال لهم وأول حفلة لهم أمام الجمهور. صورة مبهرة ومضيئة، لن نجد طفلا بعد الآن يعيش تحت الكوبري، لن نجد طفلا يتسول هنا وهناك، لن نجد طفلا يتم استخدامه ويحمل ملوتوف، لن نجد أطفالا من الأطفال الضحايا الذين نشاهدهم ونقرأ عنهم في صفحات الحوادث. هذا المشروع مشروع مجتمعي، يعني شوفوا الصورة مبهرة مضيئة، لا يمكن أبدا أن نتخيل أنه الأطفال اللي احنا شايفينهم دول عانوا من أحوال معيشية واجتماعية قاسية لا ذنب لهم فيها. بعضهم اترمى في شوارع وهو يعني في بداياته الأولى، وبعضهم استخدم للأسف الشديد استخداما سيئا. فلما نشوف الفن ازاي بينقذهم، لما نشوف المواهب كيف يمكن أن تنتشلهم، كيف يمكن أن نعالج هذه القضية. والله أي شخص لا ينضم لهذا المشروع يجب أن يخجل من نفسه. أي مؤسسة وأي شخص وأي مواطن لا ينضم لهذا المشروع بعد المشاهد التي شاهدناها واللي هنتابعها معاكم لسه، لأنه الحقيقة لابد أن نعطيهم حقهم في تسليط الضوء عليهم
في هذا الاحتفال، أول حفلة بيواجهوا فيها الناس وبيواجهوا الجمهور عشان نشوف إزاي يمكن أن نحول بعض المشاكل والأزمات إلى صورة جميلة ومبهرة نعتز ونفتخر بها. تعالوا نشوف نكمل معاكم بعض المشاهد الأخيرة للاحتفالات التي ندعو الجميع بعد أن يشاهدها إلى الدخول في هذا المشروع العملاق، كيف نصل إلى مدينة متكاملة لأطفال المجتمع، أطفال دور الرعاية والأيتام، كيف يمكن أن نعلمهم مهنا، كيف يمكن أن نجتذبهم إلى المواهب. Yeah.
ندعو الجميع بعد أن شاهدنا أول احتفال لأطفال المجتمع، أطفال دور الأيتام والرعاية، أول احتفال لهم داخل جامعة القاهرة بعد أن تم اكتزابهم بالفن وبالموهبة، ندعو الجميع للدخول في هذا المشروع العملاق. دعونا نحوله إلى مشروع قومي، دعونا نحوله إلى مشروع للمجتمع كله. قاده وما زال المايسترو سليم سحاب، لكن الحقيقة ده يستحق أنه كل فئات المجتمع تدخل في إطار هذا المشروع. خلال الاحتفال أيضا تم تكريم برنامج العاشرة، والحقيقة الذين يستحقون التكريم هم الأطفال اللي الحقيقة عانوا أحوالا معيشية واجتماعية سيئة، ومع ذلك لما تضع لهم وترسم لهم الطريق الصحيح وتهذب نفوسهم ووجدانهم بالفن، هتشوف هذه الصورة الجميلة والمبهرة التي يمكن أن نعالج بها كل الأزمات والمشاكل. نوايا الحسنة يتفضل على المسرح. نعيد فيها هوية مصر، ما عارفين استعدنا مصر في 30/6 واستعدناها في 3/7 ببيان الجيش، واستعدناها في يوم التفويض، واستعدناها في يوم ولادة الدستور، واستعدناها في الانتخابات الرئاسية، واستعدناها في افتتاح المشروع العملاق المتعلق بقناة السويس. هذا اليوم أيضا من أيام استعادة هوية مصر، والله هذا اليوم لا يقل عن الأيام لأن الحقيقة الفن ينقل النفوس ويهذب الوجدان. شفتوا ازاي الفن وهو أحد مقومات الهوية المصرية اللي حاولت الجماعات الإرهابية وحاول خفافيش الظلام اختطاف هوية مصر ولكنهم فشلوا واستعادنا مصر. هذا اليوم من أيام استعادة مصر، وفين؟ في جامعة القاهرة، قلعة العلم والفكر والثقافة التي حاول أيضا خفافيش الظلام اختطافها. الحب الأطفال اللي احنا شايفينهم بيؤكدوا انه الأطفال مش الملوتوف، هنبني مصر بالحب مش بالملوتوف، هنبني مصر بالأفكار البسيطة الجميلة. شوفوا ازاي الفن يحاول انه يقتحم مشاكل من هذا النوع ويعالج قضية متعلقة بأطفال المجتمع، أطفال مصر. بالفن سننتصر، بالثقافة، بالفكر، بمقومات الهوية المصرية التي استعدناها من خفافيش الظلام في قلعة الثقافة والفكر جامعة القاهرة. أشكر أستاذ وائل وحضوره، وأهنيه على اللقب الرائع اللي بيستاهله اللي حصل عليه كسفير للنوايا الحسنة.